هو ده المكان اللي خدتني فيه اول مره وخرجنا؟ قلت لي انك ساكن قريب من هنا، كنتش بتهزر ها؟ ده كنت اقول لك على كل حاجه. امتى؟ بعد ما نتجوز ولا واحنا في الهانيمون؟ اللي بيكذب مره بيكذب الف مره ما بيهموش. انا ما كدبتش. امال اللي انت عملته ده تسميه ايه؟ عملت زي ما كل الناس بتعمل، زي ما باباكي نفسه بيعمل. بابايا انا؟ اكبر دكتور تجميل في البلد. بتسمي اللي بيعمله في شكل وش الناس ده ايه؟ كد ولا تجميل؟ بابايا ما كدبش على حد، ما قالش لحد ان دكتور صدر هو دكتور تجميل، ما جاتلوش واحده وقال لها ان اللي هيعمله لها ده هيفضل طول العمر. انا مش مصدقه المنطق اللي بتتكلم منه. لانه منطق حقيقي. هو ايه ده اللي حقيقي؟ انا مش مصدقه ان انت خالد اللي انا حبيته واتخطبت له وصدقته. يا كذاب. على فكرة أنا هو هو. إيه اللي اتغير؟ إيه اللي اتغير؟ كل حاجة اتغيرت. كل حاجة قلتها لي كانت كذب. هو أنت مشكلتك إنها كدبت عليك ولا إن أنا فقير؟ يعني إيه؟ يعني مشكلتك إنها كدبت عليكي فأنت مش هتعرفي تثقي فيها تاني، ولا مشكلتك الحقيقية إنها جاية من عالم بعيد أوي عن العالم اللي أنت جاية منه؟ إيه؟ سؤالي صعب أوي كده ولا مش قادرة تواجهيه؟ الحقيقة اللي مش قادرة أواجهه هو كذب. كذبي. لو انت مصرة تسمي ده كدب، سمي كل حاجة باسمها الحقيقي. اللي بيدفع آخر جنيه في جيبه عشان يشتري أحدث موبايل ويتمنظر بيه قدام الناس كذاب. الأهالي اللي بيتداينوا عشان يعملوا فرح عيالهم في أغلى قاعة ويتباهوا بيها قدام عيلتهم كذابين. كل اللبس اللي بنشتريه بالألوفات عشان يحدد مستوانا الاجتماعي كدب، كل فلتر في كل صورة كدب، وكل اللي أنا عملته إيه؟ إن أنا دريت عنك الحقيقة شوية عشان أعرف أوصل لك؟ هو ده اللي أنت بتحاول تقنع نفسك بيه؟ أيوه لأنه حقيقي. أنت بني آدم كذاب وعمرك ما هتتغير. عن إذنك ليلى، أنا عملت كل ده عشان أوصل لك، عشان بحبك. وأنا كنت بحب واحد تاني، ما أعرفش أنت مين أصلا. مش عايزة أشوف وشك تاني، مش عايزة أشوف وشك تاني. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك. يا دكتور.